السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الكل يعرف السيدة الوزيرة، وزيرة الداخلية الجديدة اللي جت في المكان ديال ماتيو سالفيني، لوتشانا لامورجيزي، اللي كانت تعتلي عدة مناصب في الداخلية، آخرها المنصب اللي كانت فيه هو البريفيتو ديال ميلانو، حاكم أو محافظ قدر نقول باللغة العربية ديال مدينة ميلانو. يعني إنسانة عندها خبرة في هذا المجال، ماشي شي وحده اللي جابوها مثلا ما عندها حتى شي خبرة، ولكن عندها خبرة وتعرف جيدا سالفيني وتعرف جيدا القانون ديال السكريتسا اللي جابيه، ديكريتو سكريتسا بيس كذلك الأول والثاني. السيدة ما عندهاش يعني لحد الآن يعني مازال ما كاين حتى شي يعني شي حاجة فعلية لتغيير ذلك القانون اللي جا به ماتيو سالفيني. والخوف كله الخوف لا ديال الوزير الاول كذلك جوزيبي كونتي ولا ديالها، هو انهم وقعوا في مشاكل مع الحزب الديمقراطي اللي مشكلين مع الاغلبيه ديال هذه الحكومه هذه اللي كاينه دابا. لان كما تعرفوا الحزب الديمقراطي عنده نيه بانه خصو تغير هذاك القانون ديال ديكريتو سكريتسا اللي باقي به العمل، راه باقي ساري به العمل. مادام ما غادي يخرج شي قانون جديد يعني تجيب به الحكومه هذه. جرات مع الصحافه واحد اللقاء، قالوا لها بانك كنت اول مراه يعني تشدي المنصب ديال بريفيتو ديال ميلانو، محافظ ديال ميلانو، وهذا كان واحد الريكورد يعني واحد الرقم قياسي، كانت ربما اول مراه يعني تشد المنصب، وربما اول مراه كذلك تشد المنصب ديال وزاره الداخليه. هي تقول بانه يعني المساله عاديه، وان المراه جات هي الدور ديالها انها تقوم بالاعمال ما يقوم به الرجل، يعني تقوم به المراه كذلك، وبانها ما تحس يعني في المجال ديالها ديال الاداره يعني ما تحس بحتى شي فرق. تكلمات على المشاكل اللي كاينه تتواجهها دابا امامها، هي مشكل ديال المهاجرين ومشكل ديال السكريتا ديال الامن. تتقول بان الامن ديال المواطنين هو الهم ديالها كبير، وغتقوم يعني داكشي اللي غادي تشوفوا يعني لائق راه غادي تقوم به، اللي هو كما قلت لكم الامن ديال المواطنين. كلمات كذلك على المساله ديال العمري اللي كان تقتل في ميلانو، قتلوه البوليس اللي كان دار عمليه ارهابيه كما تقولوا في المانيا وتقتل في ميلانو. بعد البوليس لقاو رؤوسهم امام واحد الارهابي، لذلك تم القتل ديالو والتصفيه ديالو كما تعرفوا. كل شيء شبه المسائل في التلفازه. كذلك تكلمت بان يعني المانيا في هذه المساله ما كانش تعاون كبير ما بين المانيا وبين ايطاليا في هذه المساله ديال عمري هذا، اللي اتهم بالارهاب بانه ارهابي، بانه قتل شي ناس في المانيا وكان هرب من المانيا كان هرب لايطاليا. المهم ما عليناش القصه، راه كلشي تعرفها. اللي كاين دابا في هذا الشيء كامل، المشكله اللي كاينه هو المشكل ديال ديكريتو سكريتسا. كما قلت لكم يعني البطوات وهذا الشيء اللي تيجوا تنقدوا يعني الغرقه، يعني ديكريتو سكريتسا يعني القانون ديال سالفيني راه باقي جاري به العمل. وربما تنقول انا يعني هذه المشاكل اللي دابا اللي واقعه عاوتاني الارهاب، تيجيبوا عاوتاني الارهاب وعاودوا يهضروا عاوتاني على الارهاب، ربما فقط باش يخليوا يعني هذا ديكريتو سكريتسا اللي جا به سالفيني غادي يبقى يعني باش ما يحيدوش. وهذه هي النقطه اللي غادي تقدر دير مشاكل في هذه الحكومه هذه ما بين حركه خمسه نجوم والحزب الديمقراطي، اللي كلشي تعرف بانه باغي يعني يفكك هذا ديكريتو سكريتسا كما تعرفوا، اللي كله تضييق الخناق على الاجانب. المهم هذه المساله هذه بالخصوص ديال الاجانب في هذه الحكومه هذه ربما هي تكون المشكله الكبيره اللي تقدر ربما يعني ان ما تمشيش بعيد هذه الحكومه هذه بزاف، وتقدر تكون ورقه رابحه. هذه المساله تكون ورقه رابحه لماتيو سالفيني اللي لعب عليها بزاف. كما تشوفوا دابا ما بقاش هو في وزاره الداخليه، بدينا عاوتاني تنشوفوا الارهاب، ولينا تنشوفوا المشاكل، ولينا تنشوفوا الامن يعني زعما يعني ولا الجرائم ولا يعني مسائل ربما راه كلشي باين كلشي واضح. نتمنى نتلاقى معكم في شي حلقه اخرى ان شاء الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.